السلام عليكم ورحمة الله. أنا هشرح النهاردة الـ Breakpoint Instruction. الـ Breakpoint Instruction هي Assembly Level Instruction بتريز Exception اسمه Debug Monitoring Exception. الـ Exception ده بيدخل الـ Microcontroller في Debug Mode. الـ Debug Mode ده بيوقف الـ CPU عند الـ Breakpoint اللي أنا عاملها، ويبدأ عشان تبدأ تديبج وتشوف الريجسترز ايه القيم اللي فيها، وتشوف القيم الكود بتاعك ماشي صح ولا لا. خلينا نرن ماشي فين بس زي ما احنا شايفين الكود هيقف عند البريك بوينت ومش هيعمل حاجة بعدها. هيسجل الانستراكشن اللي قبل البريك بوينت R0 ب10، R1 ب14 ب20، قيمتها بالهكس 14، وعملية الجمع اللي هي تخلي R2 ب30 بس، وهيقف عند الانستراكشن دي مش هيكمل بعدها. فهي دي البريك بوينت انستراكشن.